صديق، زوج، رفيق الدرب. أول حاجة بغيت نشكر جميع المنظمة، جميع المنخرطين، جميع أعضاء المكتب. كنبغي نشكر ممثل وزارة الثقافة. كنبغي نشكر الأصدقاء كلهم اللي جاو حضروا معنا، اللي حضروا اللي ما حضروش أيضا. كنبغي نشكر عائلة السياتي كل واحد بالاسم ديالو. كنبغي نشكر عائلة اللي جات من الدار البيضاء باش تساندني ونكونوا في هذه الحفلة. السيدات الأولى ديجا عملوا التكريمات بزاف مدينة الطاغية، حتى واحد بحنانية. دابا أنا فرحانة بزاف، فرحانة بزاف لأن كنشوف الوجوه الطويلة سافرة وما بقيتش أنا شفتها. كنبغي نشكر أيضا جمعية إبداعات بلادي سابقا والآن أصبحت جمعية عبد المولى السيادي لإبداعات بلادي. كنبغي نشكر المنخرطين ديالنا سي تازي، سي عفيفي أيضا، وجميع الناس المتتبعين ديالنا عبر الفيسبوك. سيدي عبد المولى عملنا له واحد الحفل، وبصراحة كان مهرجان إبداعات سينما تلميذ اللي كان هو مدير ديال المهرجان. جمعنا الدوسيه، هيئنا، مشينا للمركز السينمائي، عطانا الذهب، جمعنا جميع العقود اللي خصنا نعملوها. جات كورونا ما خدمناش، مر كورونا توفى سي عبد المولى، ولكن عملنا الدوره ديال سي عبد المولى السياسي. المركز الثقافي ديال الموفا بالدار البيضاء كان مملوء. السيد رئيس المقاطعة كيقول لنا لأول مرة المركب الثقافي أونفا يعني بهذا الكم الهائل. الحمد لله. سيدي عبد المولى غادي نتكلم عليك كزوج، علاقتي بسيدي عبد المولى رغم أن الفرق ديال السن، وإنما ماشي مهم فرق السن. سيدي عبد المولى أنه كان الأستاذ ديالي، أنا كنعمل المسرح خريجة من عهد البلدي، مشيت للمهرجان ديال المسرح الشباب اللي كان هو مؤطر وكان عضو في لجنة التحكيم. ساندنا، ساند الفرقة ديالنا من تما يعني. كانت علاقة من 2006 واستمرت علاقة، تزوجنا وولدنا بنيته اللي هي فرح السياسي كيفما شفتو قبيلة. تزوجنا ولدت باقا كنقول لي أستاذ، كنقول لي أستاذ في الدار، كنقول لي أستاذ لأن هذاك الإنسان طيب اللي كيسافر